один день, поэтому мы... Блядь! السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشيء المرعب الذي صورته كاميرا المراقبة إلى الرجل الذي يهاجمه الجن باستمرار، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورتها كاميرا المراقبة، فلنبدأ على بركة الله. رقم 1، التسجيلات المخيفة التي ستشاهدها الآن نشرها شاب على حسابه في تيك توك، وقد تم تصويرها في منزل أبيه والذي يعيش لوحده. هذا الرجل بدأ مؤخرا يخبر أبنائه بأن منزله صار مسكونا بجن يهاجمه دائما، وقال لأبنائه كذلك بأنه صار يشعر بالخوف ولم يعد يستطيع العيش لوحده في هذا المكان. اعتقد الأبناء بأن والدهم اخترع هذه القصة لأنه يشعر بالوحدة وليجعلهم يقررون العودة للعيش معها، لذلك قاموا بتركيب كاميرات مراقبة في منزل أبيهم للتأكد مما يقولها. وفي وقت لاحق عند مراجعتهم لما صورته كاميرات المراقبة، صدموا عندما وجدوا هذا الشيء. في التسجيل الأول وبينما كان الرجل نائما، سمع صوت دوي قوي. بعد ذلك انفجر المصباح بضوء قوي بشكل غير طبيعي، ثم تحرك ذلك الكرسي من تلقاء نفسها، وهنا قفز الرجل المسكين من سريره من شدة الخوف. في التسجيل الثاني يظهر الرجل وقد دخل لمنزلها، بعد ذلك سمع صوت دوي قوي وشعر الرجل بالخوف وهرب من المنزل على الفور. بعد مشاهدة أبنائه لهذه التسجيلات عرفوا الآن بأن أباهم لم يكن يكذب وبأنه بالفعل يعيش رعبا حقيقيا في هذا المنزل. رقم 2. Ну что могу сказать? Это был последний день, поэтому мы... Блядь! رجل روسي يدعى أليكس يقول بأنه كان يعيش في هذه الشقة منذ 3 سنوات، لكن فجأة وفي الفترة الأخيرة بدأت تحصل له أشياء غريبة ومخيفة داخل المنزل لم يجد لها أي تفسير، حيث كان يسمع أصوات غريبة وقوية توقظه من النوم في أوقات متأخرة من الليل، كما كانت جميع الأشياء في منزله تتحرك من تلقاء نفسها. والأكثر رعبا من ذلك حصل عندما كان أليكس نائما، وفجأة قام شخص أو شيء ما بالإمساك بيده وضغط عليها بقوة وجره بعنف من السرير. نهض أليكس مفزوعا وبحث في كل زاوية من المنزل لكنه لم يجد أي أحد. يقول بأن هذه الأحداث بدأت تصير أكثر حدة وخطورة، لذلك قرر الانتقال للعيش في منزل آخر. كان من المقرر أن يقوم أليكس بالرحيل من شقته في اليوم التالي، لكنه قرر أن يحاول تصوير هذه الأشياء المخيفة لآخر مرة. في هذه الليلة جلس أمام الكاميرا وبدأ يتكلم عن ما يحصل في منزلها، وفجأة سمع صوت غريب. Я сразу же вскочил, включил свет.
Это не может не напугать. Просто знакомый звук. Изредка я услышал, но похож. بعد سماعه لهذا الصوت قرر أن يترك الكاميرا في غرفة النوم وهي تصور، وخرج من المنزل لمدة ساعتين ليلتقي بصديقها. الو؟ دا 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 сейчас приеду, ага. Давай, давай, давай. أطفأ أليكس الضوء وخرج من المنزل، وهذا ما حصل. عاد أليكس للمنزل وذهب لينام، وفي اليوم الموالي اكتشف بأن مالك المنزل الجديد غير موجود اليوم ليسلمه مفاتيح الشقة. بعد ذلك قام بمراجعة ما صورته الكاميرا، لكنه لم يكن راضيا عن الجودة الضعيفة للصورة، لذلك قرر البقاء ليلة أخرى وسيترك الكاميرا تصور دون أن يطفئ الضوء، وما صورته الكاميرا كان مرعبا. أصيب أليكس بالصدمة عندما عاد للمنزل واكتشف بأن الكاميرا قد رميت من تلقاء نفسها، فحمل الكاميرا وبدأ يصور، لكن ما حصل بعد ذلك كان مرعبا لحد كبير، فلنشاهد التسجيل.
Я смотрю, у нас сегодня рыбный день. Охереть вообще. Что там осталось? Слушай, ну вообще жесть. Ну что могу сказать? Это был последний день, поэтому мы уже... Блядь! До усрачки, это можно вообще... А, блядь. Шахид الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. Был последний день, поэтому мы уже... Блядь. Был последний день, поэтому мы уже... يمكنكم ملاحظة ظهور زوج من الأرجل يقف خلف أليكس مباشرة عند الباب، ومن الواضح بأنها أرجل بدون جسد، بعد ذلك اختفت في لمح البصر. فهل بالفعل ما يحصل في منزل أليكس سببه هو الجن كما يقال، أم أن هذا شيء آخر؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 3. في سنة 2018 كان العاملون في إحدى المتاجر يشكون من كونهم يرون أشياء مخيفة داخل المتجر أثناء العمل، وأصبح أغلبهم يفكر في التخلي عن العمل في هذا المكان. صاحب المتجر لم يكن مقتنعا بما يقولون، واعتقد بأن العاملين معه يكذبون فقط، ولكي يتأكد قام بتركيب كاميرات مراقبة في متجرها، وبعد أيام قليلة من تركيبها قام بمراجعة ما صورته كاميرا المراقبة، فصدم عندما وجد هذا الشيء. أشياء تسقط من تلقاء نفسها، بعد ذلك تستمر في التحرك في الأرض. ليس هذا فقط، بل صورت كاميرا مراقبة أخرى شيئا أكثر غرابة بكثير من هذه الأشياء. ظهر ظل القطة يتحرك في الأرض رغم أنه لا يوجد شيء أمام الباب. قال البعض في التعليقات بأن هذا ظل القط الذي مر في الجهة الأخرى، لكن عند التركيز جيدا يمكن ملاحظة بأن حركة الظل ليست لذلك القط. هذه التسجيلات جعلت صاحب المتجر يتأكد الآن بأن ما يقوله العاملون معه هو حقيقي، ويعتقد بأن متجره صار مسكونا بالجن، فما رأيكم؟ رقم 4.
الفيديو الذي ستشاهده الآن نشره رجل مؤخرا على حسابه الشخصي في الإنستغرام، ولم يكن يتوقع بأنه سينتشر بسرعة على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. يقول الرجل بأنه في الساعة الثالثة بعد منتصف الليلة استيقظ على رسالة تنبيهية في الهاتف جاءته من التطبيق الخاص بكاميرات المراقبة في منزلها، حيث أن مستشعر الحركة الموجود في كاميرا المراقبة بمدخل المنزل التقط حركة مشبوهة وغير عادية. على الفور ذهب الرجل لتفقد ما تصوره الكاميرا، فصدم عندما وجد هذا الشيء. شخص مخيف بجسم نحيل جدا بشكل غير طبيعي، ويدين نحيلتان وطويلتان جدا وكأنه ليس ببشر. يمكنكم ملاحظة بأنه كان يتحرك ويمشي بشكل غريب جدا، وكانت ملامحه شاحبة ومخيفة. قال العديد من المعلقين بأن هذا ليس ببشر بل هو جن تشكل على هذه الهيئة، فيما يرى آخرون بأن هذا ليس سوى شخص عادي نحيف جدا وقد يكون مختلا عقليا، لذلك فهو يتصرف بهذا الشكل الغريب. فما رأيكم؟ وفي النهاية أود معرفة ردة فعلك لو رأيت هذا الشيء أمام منزلك في وقت متأخر من الليل. هل ستتصل بالشرطة أم ستقوم بفعل شيء آخر؟ شاركونا ذلك في التعليقات. إذا كانت هذه بعض المشاهد الأشياء المرعبة صورتها كاميرات المراقبة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.